اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده كالعاده فيها التغيير فيها التجديد، وناخد بعضينا ونعمل طبق جميل جدا انا شخصيا بحبه والطلاينة كمان بيعشقوه، سبانخ جراتان. يعني الحديد جراتان، يعني الفيتامين الحديد اللي احنا ممكن نجيبه من الصيدلية ده موجود في أرضنا والأرض الطيبة. سبانخ طازة، جبنة برميجان مبشورة أو موزاريلا حسب الرغبة أو شيدر، بصل وتوم وبشاميل. مدرسة البشاميل اللي بتقول إيه؟ دقيق وزبدة وحليب، إضافة الكريمة اللباني اختياري. المقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. سبانخ جراتان بالجبنة عبارة عن سبانخ طازة قدام حضراتكم على الشاشة زي الفل. الموسم الشتاء ده مشهور بالخضروات اللطيفة. معانا بصل وتوم، جبنة برميجان مبشورة رومي ممكن مبشور عادي، موزاريلا شيدر عادي، ومعانا بصل وتوم. وتعالوا نشوفوا ازاي هنعمل شوية البشاميل قبل ما نحط السبانخ على النار. ده مطلوب بشاميل دي وزبدة وحليب ومضرب. كله بيسأل يا شيف مغازي البشاميل اللي بيكلكع مني. يا شيف مغازي لما اجي اعمل البشاميل بتحصل معايا مواقف مش لطيفة، يا اما يكلكع يا اما ايه يبقى تقيل معانا. حل على النار كده لطيفة زي الفل. هنعمله بالزبدة؟ هنعمله بالزبدة مفيش مشكلة. ومعانا الدي والمضرب، اللهم صل على النبي، والحليب. همسك التلاتة كده قدام عينيا زي الفل. البشاميل بتاع السبانخ مختلف شوية غير بشاميل المكرونة بالبشاميل. ليه يا شيف؟ تعالوا نشوفه مع بعض. طاسة هنا زي الفل، بنحط معلقة زيت صغيرة عشان الزبدة ما تتحرقش مني، بس خلاص مكعبين من الزبدة. حلو، بس دول مكعبين كبار. الدقيق بتاعنا، يلا خلاص هنعمل وايت صوص خفيف شوية. نقلب دول كده مع بعض. ايه الاخبار؟ نبدا نعمل ايه يا شيف؟ عندنا روزماري لطيف وجميل اهو. تعالى يا عم الروزماري، ما احنا قلنا البشاميل مختلف. هناخد عود الروزماري ده كده، ناخد الورق بتاعه زي الفل يا شيف. عندك ريحان اخضر حطيه. المطبخ الطلياني ده بيحب الاعشاب، سواء روزماري سواء ريحان، زي ما انت عايزه. ريحان فريش طازه والله، لسه قاطفينه وجاي. ده على فكره بيعلي المطبخ الطلياني، وقلنا مع بعض قبل كده الاعشاب والتوابل بتاخدك من مطبخ لمطبخ، تاخدك من المطبخ المصري للمطبخ المكسيكي، تاخدك من المطبخ الطلياني للمطبخ اللبناني، كل ده بتركيبه الاعشاب. هناخد الريحان كده بايدينا اهو زي ما هو كده، يتفرم بالسكينه ناعم. واوعي في حياتك، نصيحة مني، بروزيها وحطها على باب التلاجة. نصيحة المغازي، بروزيها وحطيها على باب التلاجة. ايه هي النصيحة يا شيف؟ لخص، اوعي تغسلي خضروات سواء ريحان او جرجير ايا كانت، وخاصة الريحان الاخضر، بعد ما تقطعيه. اتغسل قبل التقطيع. حطه كده زي الفل. هوبا، ده بشاميل ولا يا شيف؟ نشوف دلوقتي كل حاجة مع بعض. زي الفل. ونقلب دول كده مع بعض. لسه ما خلصتش. حلو قوي. ننزل بالحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ونقلب دول مع بعض. تقليب مستمر هنا علشان نوصل للايه؟ للقوام اللي احنا عايزينه. احنا بنعمل سبانخ جراتان فمحتاجين لبشاميل ايه يا شيف؟ تقيل شويه. احنا اتفقنا بشاميل الخضار او بشاميل الخضروات او مهرجان البشامليات بيختلف من الخضار للباستا. الخضار بيكون تقيل، الباستا بيكون خفيف. علل ولماذا تقيل مع الخضار؟ لان الخضار بيفرز سوائل، فوجود البشاميل تقيل بيمتص السوائل اللي موجوده في الخضار. ولما يكون البشاميل خفيف مع الباستا، الباستا بتفرز نشويات وبتديني قوام، فهنا البشاميل لازم يكون خفيف عشان الاثنين يتناسبوا مع بعض. هنعمل ايه يا شيف؟ نوصل للبشاميل بس نشوف قوامه كده. قوام البشاميل. مخرجنا الجميل. يلا تاني. نبدا نظبط الطعم بقى. انا من الشيفات اللي ما بيحبوش البهار الابيض اللي هو الفلفل الابيض، بيغير طعم الاكل، ما اعرفش ليه.
فانا هحط رشه فلفل اسود كده صغيره، شويه الملح التمام زي الفل يا عم الشيف، ونقلبهم كده وناخد بعضينا ونشوف قوام البشاميل كده او الوايت صوص اللي هيشارك فيه صينيه السبانخ الجراتان معانا زي الفل، عشان مطلوب مننا نطلع فاصل. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. بشاميل وايت صوص لطيف، مدرسه تانية خالص، مدرسه البشامليات بتقول الريحان الاخضر الروزماري بيدي فليفر عالي جدا. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع للسبانخ نشوف السبانخ الحديد بتاعنا ازاي نعمله جراتان مع وايت صوص وجبنه حسب اختيارك. محلك سرك يا ابو الشيف فرحان بشويه الوايت صوص بالبشاميل الخفيف اللي معايا ده كده اهو زي الفل، لان ده لسه هياخد جبنه وهياخد بيض، فعشان كده انا واخد القوام ده كده. بشاميل مدعم بالريحان الطازه الفريش بالروزماري اهو، زبده وحليب ودقيق زي الفل يا شيف، ارفع ايدك اهو تمام. تعالوا نشوف السبانخ هنا موقفنا معاها ايه. هناخد السبانخ زي ما هي كده، صلي على الحبيب قلبك يطيب من خير ارضنا. كل اللي انا هعمله هحط شويه زيت زيتون هنا، اللهم صل على النبي. حلو قوي، بس كل ده يا عم الشيف خلوني امسك الغطا بتاع الحله هنا يكون جنبي. تركايه بقى اهو، غطا الحله هنا زي الفل، امن على كل حاجه كده. فص توم محترم ني شوف هيتعامل مع السبانخ ازاي. ناخد فصين من التوم، اللهم صل على النبي، شويه ريحان حلوين مع التومه مدرسه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، السبانخ بتاعتي تنزل كده، هو ده. يعني يا قلبي جرية السبانخ. ايه ده كل يا شيف، كل دي سبانخ؟ بصوا السبانخ بقى اللي هي ايه بتلاقيها كميه كبيره هتروح فين دلوقتي. لسه ما خلصتش. اللي خالص هو ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. نبدا نحط الميه بتاعتنا. اوبا يا ويلي، شويه الملح التمام، سامعين الصوت الحلو ده كده. ونغطي الحله بتاعتنا ونسيبها دقائق معدوده، ونجهز الكسرولة بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. سبانخ جراتان جاهزه زي الفل، معانا بشاميل، هنخلط على البشاميل ده من البيض واحده يا. اللهم صل على النبي. ومن الجبنه اللي معانا دي شويه، حلو، ونقلبهم مع بعض تاني. ونصيحه مني، اوعى تحط البيض على البشاميل وهو سخن، علي الولماذا يا شيف، البيض هيكلكع منك وشكل البشاميل مش هيرضيك. لانك بتتابع الشيف المغازل، البيض يتحط على البشاميل لما البشاميل يبرد. جاهز كده زي الفل. نبص على السبانخ الحلوه اهي جاهزه. ايه الاخبار؟ السبانخ جاهزه. بص على السبانخ دي، راحت فين السبانخ؟ فين اللي كانت ماليه الحله؟ كانت زي الهرم في قلب الحله. زي ما هي كده يا شيف. تسلم ايدك يا عم الشيف. هاخد السبانخ دي، والتركيه بتاعت المغازل بتقول ايه؟ ميه السبانخ او الحديد اللي عندي ده كده استفيد بيه في البشاميل. مدرسة المطبخ بتقول سوائل الخضار بعد السلق استفيد بيها، لان فيها كل العناصر الغذائية والقيمة الغذائية اللي موجودة فيها. واخد السبانخ بتاعتي دي كده هنا. زي الفل. الله عليك وعلى والديك. السبانخ جراتان. زي ما هي. تخش الفرن دلوقتي، مهم جدا. يلا خلص الكلام. اخبار البشاميل ايه؟ نبص عليه. يا ويلي، واخد بيض طبعا البشاميل، واخد جبنه، فانا هنا هيبقى فيه قوام، خلي بالك. وجود البيض هنا. ننزل بيه كده. الحديد عايم مع الوايت صوص، الصورة حلوة كده مخرجنا الجميل. قول لي ولا تخبيش يا زين، اطلعها جوه ولا ادخلها بره؟ زي ما انت عايز. خلص الكلام. لا انا عايز ابص عليها بصة الوداع.
السبانخ دي عايز ابص عليها بصه الوداع عشان التركايه. سبانخ جراتان زي ما هي كده يا عم الشيف. اللي نقدر نعمله دلوقتي ما نقدرش نعمله بعدين. يعني يا شيف بتحط صينيه مكرونه في الفرن، بتحط بشاميليات، بتحط طاجن، لازم تاخديه تروقيه عليه كده علشان قبل ما يخش الفرن، لان ده لو طلع من الفرن هتقدميه بنفس الطريقه هيبقى فيه سواد في الازاز او البايركس بتاعك، مش هيبقى لطيف. حلو الكلام، زي الفل. درجه حراره الفرن عندنا كام؟ 180. اللهم صل على النبي. بنحط الجبنه اللي احنا حابينها، سواء موزاريلا، سواء رومي، سواء شيدر. حلو قوي يا شيخ. ده الصينيه دي فيها كل حاجه، فيها كل حاجه، فيها البروتين، فيها الحديد، فيها العناصر الغذائيه، مناعه، متانه. زي ما هي كده، فوق ولا تحت مخرجنا الجميل؟ فينك يا شفيق؟ كان زمانه قال لي فوق. اقفل الفرن، لحظه الوداع. تعالوا نطلع مع بعض الجراتان بتاعنا من الفرن. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ مكانها فين تحب؟ هنا؟ عينيا. سبانخ جراتان بالجبنه اللي مرغوب فيها، سواء جبنه موزاريلا، سواء جبنه مبشوره رومي معتقه حلوه بتاعتنا بتاعت البقاله على الناصيه، سواء جبنه شيدر. حلقه النهارده بساطه، سهوله، مرونه، في متناول الجميع. ما جبتش حاجه من بره، كله من البيت من التلاجه، الا السمان اصطدناه مع بعض وجبناه عملناه كبسه بطريقه بسيطه وسهله. عملنا سلطه البطاطس بالريحان للاطفال الحلوين اللي موجودين معانا على السفره نشجعهم. عملنا صينيه سبانخ فيها الحديد بيتكلم مصري مع شويه وايت صوص من المطبخ الطلياني، فكده خدت الشعار المصري، لان اللي بيعملها شيف مصري دمه خفيف. اطرها بعيد ولا خلصنا؟ خلص، دايما بنسى. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.